اهلا وسهلا طلابنا الاعزاء، صف الخامس الاعدادي. موضوعنا اليوم هو تاج كويستشن من مواضيع اليونت 1، السؤال الذيلي. السؤال الذيلي طلابنا الاعزاء مثل ما تشاهدون قدامكم يريد من عندنا القاعده التاليه، تاج كويستشن. فائده السؤال الذيلي هو نستعمل السؤال الذيلي لتدقيق المعلومات والتحقق منها. اذا كانت الجمله مثبته يكون سؤالها منفي وجوابها مثبت، وإذا كانت الجملة منفية سؤالها مثبت وجوابها شيء يصير منفي. من المهم أن ننتبه لزمن الجملة، أي مضارع ماضي أو أي زمن آخر، لأننا يجب أن نأتي بفعل مساعد في السؤال الذيلي مناسب علما للجملة، ويكون الجواب حسب السؤال الذيلي. فمن إذن إذا كان ماضي، مثلا إذا كان ماضي بسيط فالفعل المساعد هو شنو؟ did. مضارع do does، وإذا مضارع تام have has، وإذا كان لدينا زمن يحتوي على فعل مساعد من أصله مثل is am are في المضارع المستمر فلا نحتاج الفعل المساعد، وكذلك الجمل اللي بيها أفعال مساعدة كانوا will و could وإلى آخره كلهن ذني ما نحتاج فعل مساعد اللي يكون الفعل من أصله. السؤال الذيلي يتكون من فعل مساعد زائدا الفاعل. منين يتكون فعل مساعد زائدا الفاعل؟ مثل إيش؟ ليلى is 16 years old. لاحظ هذا الاز هو الفعل المساعد، ما نحتاج فعل مساعد. جملة مثبتة شو يكون سؤالها؟ منفي، لازم تصير isn't she. isn't she، نعم، والجواب yes she is. yes she is. number two، we went home. went يا زمن ماضي وما عندنا فعل مساعد، ماضي وما عندنا فعل مساعد لازم نجيب فعل شنو؟ did المناسب، وهي مثبتة تصير منفية وزائدا الفاعل didn't we. شوف حتى الوي أنا معطيك إياها didn't we. yes we did. ليش؟ لأنه جوابها يكون مثبت. number three، she doesn't like tea. بما أنه منفية يكون سؤالها مثبت ومن جنس الفعل المساعد. does she، شوف does she، الجواب no she doesn't. ليش؟ لأنه السؤال منفي يبقى الجواب منفي، no فارزة she doesn't. نجي إلى number four، مازن will be a pilot. will هو الفعل المساعد المطلوب، إذا سؤاله بما أنه هذا مثبت سؤاله منفي. won't he؟ نعم، والجواب طبعا yes he will. yes فارزة he will. she wasn't out. she wasn't out بما انه ال was هو الفعل المساعد يصير was she وثم الجواب يكون no she wasn't. no she wasn't. نعم، هذين الأمثلة ممكن مفيدة جدا للسؤال الذيلي اللي هو عبارة عن فعل مساعد زائدا الفاعل. نعم، شكرا لكم أعزائي الطلاب، نتمنى لكم الموفقية.